اهلا وسهلا بيكم. النهارده بنتكلم عن اضافه الملح لحوض السمك. ما المراد بالملح؟ هل هو الملح الناعم اللي هو بنستخدمه للطعام اللي احنا بنضيفه للطعام، ولا هو الملح ايه بالظبط؟ يعني ملح مخصوص للاسماك؟ طبعا في طبعا شركات بتصنع ملح مخصوص للاسماك، ملح مخصوص بيعملوه كده للايه؟ لحوض السمك. طبعا بالنسبه لو انت طبعا يعني طبعا الملح ده بيكون غالي، انما بالنسبه للملح المراد اللي احنا نحطه لحوض السمك وهيكون ليه فوائد حلوه جدا، اوعى تحط الملح الناعم اللي انت بتستخدمه في الطعام، لان ده بيكون ليه يعني في اضافات، والاضافات دي بيكون يعني في مواد ضاره جدا لحوض السمك وهتضر الاسماك. افضل ملح يتحط للاسماك لا اما اللي هو الملح المخصص اللي هو تبع الشركات، اللي هو الشركات بقى اللي بتصنع الملح دوت، وايه وده مخصوص للايه؟ لحوض السمك، وبيكون فيه اضافات مفيده. او ان انت تنزل وتشتري من السوبر ماركت، او تشتري من محل اللي هو الاعشاب، بتشتري منه الملح الخشن. الملح الخشن، الملح الخشن ده بتلاقي ملح خشن، ملح عادي خالص، الملح الابيض ده اللي هو الايه، الملح الخشن الكبير ده هوت. انت بتحاول انت الاول يعني تذوبه الاول وتخليه يدوب في الماء قبل ما تحطه لحوض السمك. طيب نحط قد ايه؟ نحط يعني الكميه المناسبه، ما انت ما تزودش برضك، ما انت لو حطيت كميه كبيره ايضا هتؤدي الى مشاكل. فانت لازم تحدد الاول الملح الناعم ده، ما ابعد عنه، حط الملح الخشن. الملح الخشن افضل، انت ممكن يعني تطحنه او ممكن تدوبه في الميه قبل ما تحطه لحوض السمك. الافضل ان انت بتحط على كل 20 لتر ماء، على كل 20 لتر ماء هتحط معلقه، يعني معلقه شاي كبيره، هتحط معلقه كبيره على كل 20 لتر. طيب انا ما عنديش طبعا 20 لتر ميه، هيبقى يعني اقلل شويه المعلقه، المعلقه الكبيره دي اقللها مثلا، اخليها حاجه بسيطه على قد ايه كميه الميه، يبقى ما كترش في مساله اضافه الملح. طبعا احنا عارفين الملح ده يعني كويس جدا، بيقضي على العفونه وعلى البكتيريا، وبيساعد على علاج الجروح، وطبعا بيخفف الميه، يعني لعمليه التنفس، يعني بتسهل عمليه التنفس لو احنا اضفنا الماء للحوض. يبقى كمان ايضا كمان الملح كمان بيقضي على الطحالب، وبيقضي كمان على المواد السامه في الحوض، وطبعا كمان بيساعد في انتاج الماده المخاطيه اللي بتغطي السمكه. طبعا احنا انت لما تيجي تمسك السمكه كده بتلاحظ ان انت بتقول ايه، يعني ايه عامله يعني بتتظلمط، او ان هي بيكون يعني زي ما يكون ايه يعني الزيت يعني بتتظلمط من ايديك، ديت اسمها الماده المخاطيه. الماده المخاطيه ديت يعني ليها فوائد مهمه جدا، لانها بتحمي السمكة من كثير من المشاكل ومن كثير من الأمراض. وكده يبقى خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. لو انت عندك اي سؤال او اي استفسار في الكلام اللي احنا بنقوله، يبقى ممكن ان انت تكتب لنا في التعليق، واحنا ان شاء الله هنرد عليك. ما تنسوش طبعا دعم القناة بالاشتراك والاعجاب، فهذا يساعدنا بنشر المزيد ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.